حلوين من يومنا والله لسيد مكاوي. اليوم راح نتعلمها بشكل بسيط سلس مع شوية حليات. الأغنية من مقام بياتي الري، دوزان العود دودو، لكن أنا دائما بمقام البياتي دوزن أول وتر ري حتى يكون قرار المقام. مقام البياتي طبعا مينص بيمول والسي بيمول. نبدأ بمقدمة الأغنية. Thank you.
عادي لازم التسليم. ري فا صول لا، ري فا صول لا، حتى نقول يا ليل طول شوية. فا صول لا لا صول، فا صول صول لازمي دوري. الصحبة الحلوة دي نفس العزف، بس بما انه معاد اعطينا شوية زخرفي، يعني لمسنا السيم على اللا. ممكن ناخذ اللازمي. طبعا اللوازم حتى الفرقة بتغير فيها، فممكن نقول فا بالإعادي نوقف على الصول حتى نقول الغالي علينا غالي. فا صول لا صول لا سي صول علينا غالي. صول صول فا فا ميري. كمان الغالي علينا غالي. مي فا صول فا صول لا فا علينا غالي. فا فا مي مي ري. بنعيدهم مرتين. وهو منقول الغالي علينا غالي. ومثل ما ملاحظين تغير المقام، صار عنا رصد، صارت عنا الفا نص دييز والسي نص بيمول. ري صول صول لا صول فا صول لا لا سي لا صول ولا عمره هيتنسى. أو سي سي. حلوين من يومنا والله والله وقلوبنا كويسة. بالصعود بالسي نص بيمول، سي دو ري دو سي بيمول لا صول فا مي ري دو دو مي ري مي فا فا مي ري مي ري مي ري. نجي على الكوبليه، يا ليل ابعت سلامي للناس الطيبة. ري لا لا سي صول لا سي لا صول صول دو سي لا سي صول لا فا صول. فكرهم بالمحبة. ري صول 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 لا صول فا فا صول لا صول فا. وبأيام الصبا فا صول سي صول لا فا صول فا ميري. ومنعيده مرة تانية. بالإعادة بنقول فا صول لا سي حتى نقول والدوم أفراحي غنوة.
بعدين فصل صل صل سي سي للا لا صل صل ري مي فا 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 لا صل لا فا صل. بعدين منقول يا ليل طول شوية على الصحبة الحلوة دي. الغالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى شرحناها. هاي هي الأغنية من أغاني سيد مكاوي الجميلة جدا جدا وطبعا المشهورة كتير. أتمنى يكون الشرح واضح، الشيء اللي عم نقدمه شيء مفيد. ما تنسونا من دعائكم من دعمكم، اللي ما اشترك يشترك، راجعوا الفيديوهات السابقة. بشوفكم عن قريب. السلام عليكم ورحمة الله.